وعن استمرار الصراع إذا واحتدامه بين الإطار التنسيقي للميليشيات وتحالف الصدر الثلاثي، معنا هاتفيا من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي عبد الله سلمان. مرحبا بك أستاذ عبد الله. إذا مع هذا التحارب والصراع المستمر والإخفاق في عدة جلسات لحسم تسمية رئيس الجمهورية، أين دستور العملية السياسية من هذا الصراع وما يسمى المهل الدستورية؟ تحياتي لك أخي الكريم ومشاهديكم الأكارم. المشكلة الأساس في العراق هي في الدستور نفسه. الدستور لما تم إقراره كان فيه خديعة للشعب العراقي، وعوامل كثيرة دخلت على العوامل الدينية والعوامل العاطفية، وأيضا هو ترجم من الإنجليزي إلى العربية، فذلك هو الدستور لا يناسب الشعب العراقي وغير متفق عليه من الشعب العراقي. والدستور عادة يعتبر هو عقد اجتماعي ما بين الشعب كيف يسيروا أمورهم، وجاء هذا التخبط وهذا الدستور الهش جاء يناسب هذه القوة السياسية. الحقيقة ليست قوة سياسية، قوة عميلة للأجنبي وأداة لتنفيذ رغبات الأجنبي في العراق، ألا وهي تدمير الشعب العراقي وتحطيم المجتمع العراقي ككيانات طائفية وقومية. فلذلك المشكلة هي الأساس بالدستور. هم يعرفون تماما أن هذا الدستور غير دقيق وغير صحيح ويتناسب مع أهوائهم، فهم كل طرف موجود يأخذ من الدستور ما يناسب رغباته وتشكيلاته وقناعاته السياسية وفوائده الاقتصادية والسياسية التي تصب لصالحه. فالمشكلة الأساسية بالدستور وليس المشكلة في موضوع الانتخابات أو موضوع المدد الدستورية الموجودة. هم كم مرة وقعوا معاهدات شرف واتفاقات شرف وميثاق شرف، وينقضون هذه الاتفاقات باللحظة. كل الكتل السياسية قادرة على نقض كل ما تتفق عليه بما فيها هو أن تنقض الدستور نفسه. طيب، إذا لم يتوافق الآن الطرفان على ما يسمى الكتلة الكبرى داخل البرلمان أو التي من حقها يعني أن تختار رئيس الحكومة الجديدة، كيف سينعكس ذلك سياسيا وأمنيا واقتصاديا على العراق؟ نحن نتحدث عن انتخابات 19%، هذه في انتخابات مهمة يعني. فهذه الانعكاسات عدم التشكيل، عدم تشكيل حكومة أو عدم تشكيل كتلتهم الأكبر ينعكس بالتأكيد ودائما كل خلافاتهم وكل مشاكلهم فيما بينهم أو لغايات سياسية أخرى يكون الهدف والمتضرر الأول هو الشعب العراقي. وبالتأكيد أول ضرر يلحق عليه هو الجانب الأمني، ومن بعده يأتي الجانب الاقتصادي وزيادة البطالة وسوء الخدمات. كل هذا يترتب على عمليتهم السياسية الفاشلة. فلذلك أي تأخير هو وأي عدم توافق يعني بالتالي هم يرجعون إلى إيذاء الشعب العراقي أمنيا واقتصاديا. طيب أستاذ عبد الله، برأيك يعني ما الذي فاقم هذا الصراع بين الصدر وشركائه الطائفيين في العملية السياسية؟ الأمر الذي أوصل العراق إلى هذه النقطة من الشقاق الكبير، يبدو أنه حتى إيران لم تعد لديها القدرة على جمع هذا الإطار الطائفي كما كان سابقا فيما يسمى البيت الشيعي. الاحتلال لما أسس العملية السياسية أسسها على أساس الفكر البريطاني وتنفيذ بول بريمر. هو وزع العراقيين على أساس، طبعا يعني لا نقصد التوزيع الشعبي الحقيقي وإنما توزيع رغبات المحتل، إنه الأكراد ليسوا بمسلمين، ليسوا سنة ولا شيعة وإنما أكراد، والجنوب والشيعة ليسوا بعرب وإنما شيعة، والسنة ليس بوطنيين وإنما سنة. هذه التوزيعة تحافظ هذه الكتل السياسية على الحفاظ عليها. هذه التوزيعة الشعب العراقي رفضها رفضا قاطعا وليست صحيحة ولا تناسب هوية الشعب العراقي الوطنية. هنا يأتي دور هذه الأحزاب. تريد إيران عودة
إيران ليست بعيدة عن هذا الخلاف، إيران تريد عودة الأمر إلى نقطة الصفر على أن المكون الأكبر هو مكون طائفي، يعني العودة بالحياة إلى برنامج بريمر، هذا هو المقصود من عندها، يعني ليس مقصود آخر أن يختلف الصدر مع المالكي أو مع فلان أو مع فلان، هم كلهم عملية سياسية واحدة، لا يختلف الصدر عن غاياته مع المالكي أو مع شخص آخر أو حتى مع الأطراف الأخرى. ولكن يعني المتلقي الآن المواطن العراقي كيف يفهم يعني كل من التيار الصدري والإطار التنسيقي يزعم أن معركته هذه من أجل المحافظة على مكتسبات المكون الأكبر كما يسمونه المكون الشيعي وحقه في ذلك، أيهما أصدق الآن في الحديث عن هذا الحرص على حقوق المكون ومكتسباته؟ الاسداد يعني او الحقيقه الفشل في العمليه السياسيه وصل الى مداه، يعني وصل انتهى يعني لاخر نفس العمليه السياسيه، فبقت هذه المحاولات لاحياء الطائفيه واحياء دعم، يا اما يريد الصدر يكسب الشارع العراقي الذي يرفض الطائفيه على اساس انه التكوين الذي اذا جاء بمكون طائفي هو المكون الأكبر لتشكيل الكتلة الأكبر، وهم يصرون على هذا لأنهم فشلوا في تحقيق ذلك. لو هم حصلوا على نسبة الأكبر لكان موقف الصدر كان نفس موقفهم. فالمشكلة يعني هي الإشكالية عندهم بالتمثيل وبالعملية السياسية نفسها. ما لم تتغير العملية السياسية سيبقى هذا الحال، سيبقى إذا صاروا هم القوى الأكبر سيكون الصدر بمحلهم يريد الطائفة هي الأعلى، وبالعكس هذه الإشكالية في العملية السياسية وليس الإشكالية عندهم هم بس. إذن من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.